السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع دورة الربح من موقع ستيميت. الآن ننتقل إلى المرحلة الرابعة، والتي نخص فيها بحول الله تعريف القوائم الأساسية في موقع ستيميت. كنا قد تكلمنا فيما مضى عن التعديل على البروفيل الخاص بك كما قدمنا سالفا. الآن ننتقل إلى تعريف القوائم الرئيسية الخاصة بموقع ستيميت. سوف أولا وقبل كل شيء أعتذر عن اللغة العربية، لأن ليس لدي رصيد في اللغة الحية، فغالبا ما أقوم بترجمة النصوص والمواضيع إلى العربي. أولا وقبل كل شيء، كما تشاهدون يعني الرئيسية أم هوم ماذا تعني؟ هي يعني إذا دخلنا إلى هنا إلى هوم أو إلى الرئيسية، سوف تجد كل المواضيع للأشخاص الذي قمت أنت بمتابعته، يعني كل شخص قمت بمتابعته أي كان من هذه من الأشخاص موجودون هنا، من هذه الأشخاص يعني يتم إظهار موضوعه تلقائيا هنا. هذا أول شيء. نيو هو يعني جديد، كل ما كان شخص مشارك في ستيم وقام بإدراج موضوع سوف يظهر في نيو. لو ضغطنا هكذا سوف نجد مواضيع في ثواني، 10 ثواني، 19 ثانية، إلى غير ذلك. هوت أو حار على ما أظن هي المواضيع التي لديها نسبة عالية من التصويت خلال 24 ساعة. الأمر هذا لا أعرف ما هو، ولكن يعني المواضيع التي لديها تصويت كبير خلال 24 ساعة تجدها هنا. وأظن لو قمنا بالدخول إلى هنا خلال الأسبوع على ما أظن، نعم هنا خلال 24 ساعة، وهنا خلال الأسبوع، نعم هنا خلال أسبوع إخوان. هذه خاصة بالترقية، لأنه يوجد بعض الأشخاص يريدون أن يرقوا حساباتهم، يقومون بترقيتها فتجدها في هذا المكان المناسب. طيب، الآن ننتقل إلى يعني الشرح أو تعريف بهذه القوائم الخاصة بك أنت شخصيا، هذه القوائم الخاصة بالموقع، وهذه القوائم الخاصة بك أنت شخصيا بمواضيعك إلى غير ذلك. نأتي أولا إلى المواضيع، هذه كل المواضيع التي قمت بإدراجها أنت أو قمت بمشاركتها، كما وضعت أنا قمت بمشاركة هذا الموضوع لهذا الشخص. وهذه يعني مواضيعي باي جوستار كما تشاهدون إخواني. أول شيء الذي يظهر في الأعلى هو العنوان. سوف نتطرق حاليا بحول الله إلى طريقة وضع موضوع، كيفية وضع الموضوع. طيب، نذهب إلى الشيء الثاني، التعليقات الخاصة بك. هنا يعني التعليقات الخاصة بك، كل تعليق قمت به تجده هنا. سوف أقوم كما تشاهدون التعليقات الخاصة بك، أي تعليق قمت بكتابته تجدونه هنا. الردود يعني كل شخص قام بالرد تجده هنا، كل الأشخاص الذين قاموا بالردود على مواضيعك تجدهم هنا. هنا المكافآت، يعني ليس لدي أي مكافأة حاليا. طيب، الآن ننتقل إلى طريقة إدراج الموضوع. أولا وقبل كل شيء، إذا أردت أن تقوم بإدراج موضوع فلا بد أن تركز على 3 أشياء أساسية. أولا وقبل كل شيء، العنوان، لابد أن يكون عنوان جذاب لكي تتمكن بحول الله من يعني متابعة هذا الموضوع، يكون العنوان جذاب. ثاني شيء وهي الصورة، لابد كذلك أن تكون صورة جذابة لكي يعني يتابعك الأشخاص، وبالتالي سوف تربح من خلال هذا الموضوع. طيب، سوف نتكلم قليلا عن هذه الأمور. هنا كما تشاهدون هذا يعني هذا الموضوع الذي هو أمامكم. إذا أردت أن تصوت عليه فلا بد أن تقوم بالضغط هنا على هذا السهم حتى يصبح أزرق بهذا الشكل. هنا كما تشاهدون يعني
الموضوع لم أقم بالتصويت عليه، هنا قمت بالتصويت عليه وهنا قمت بالتصويت عليه. هنا هذا الموضوع خلال يعني منذ ساعتين وصل إلى 100، وصل إلى 146 تصويت. المبلغ الذي حصل عليه هو 184 دولار، يعني لم يبقى له يعني 7 ساعات، 7 أيام عفوا، لأن الموضوع هنا نقطة أساسية لابد أن أذكرها. كل موضوع قمت بإدراجه مدته الخاصة بالتصويت تدوم 7 أيام فقط، يعني إذا تجاوزت هذه المدة فلن تربح شيء، يعني الموضوع لابد أن يبقى كل موضوع 7 أيام. هنا الساعات، هنا التعليقات كما تشاهدون، هنا يعني صاحب الموضوع. طيب الآن ننتقل إلى طريقة وضع الموضوع. الطريقة تكون كالتالي، نضغط هنا هكذا. هنا قمت يعني بوضع موضوع يعني تجريبي مسبقا، وهذا لكي لا يأخذ وقت. تقوم بكتابة العنوان الخاص بك هكذا، العنوان دائما كما قلت لابد أن يكون جذاب. ثاني شيء الصورة، أول صورة تقوم بوضعها في الموضوع هي التي تظهر هنا، هي التي تظهر هنا، فلذا لابد أن تقوم باختيار صورة يعني تشرح المعنى أو الموضوع الخاص بك. طيب طريقة وضع الرابط كذلك هي طريقة سهلة، وهي هكذا، يعني مثال هذا الرابط تقوم بوضعه هنا هكذا، كوبي كولي. سننتقل إلى طريقة وضع رابط الفيديو الخاص باليوتيوب. مثلا أريد أن أضع الرابط الخاص بي. كما تشاهدون هنا طريقة وضع الصورة عفوا، أنا اخترت هذه الصورة في هذا الموضوع. طريقة وضعها هي لابد أن تكون في الجهاز الخاص بك، تضغط هنا هكذا، تقوم باختيارها. مثال هذه الصورة قمت باختيار هذه الصورة، ثم تضغط أوفرير وتجدها تتحمل من 0 حتى 100%، وعندما يكمل العد التنازلي تصبح في هذا الموضوع. طريقة وضع رابط مثال خاص باليوتيوب طريقة سهلة جدا، كل ما عليك فعله هو الضغط على مثال أريد أن أخذ هذا الموضوع، مثال هذا الموضوع أريد أن أقوم بأخذه. كيف الطريقة؟ كيف كل ما علي فعله هو الضغط على مشاركة. انتظر قليلا، اضغط على مشاركة هكذا، سوف تنبثق لي هذه النافذة. اختار تضمين هكذا، راح يعطيك الكود الخاص بهذا الفيديو. اقوم بنسخه ثم اذهب الى الموضوع المخصص، اتركه مثال في هذا المكان، اختار مكان مناسب خاص بالموضوع هنا، او مثال هنا، ثم أضع الرابط. سيأتي فجأة كما تشاهدون إخواني، تم وضع الرابط. عندما تقوم بوضع هذه الأمور، الآن نذهب إلى طريقة وضع الكلمات الدلالية. أولا الكلمات الدلالية لابد أن تكون بحروف صغيرة، لا تضع الحروف الكبيرة. ثانيا هو لا يقبل العربية، قم بوضع اللغة الإنجليزية طبعا. ثالثا لا تتعدى 5 كلمات دلالية. لطريقة إحضار الكلمات الدلالية التي لديها أساس في هذا الموقع، نذهب إلى هوم مثلا أو الرئيسية هكذا، ننتقل ننتظر إلى أن تظهر الصفحة، أو نذهب إلى هنا كما تشاهدون هذه صفحة الظاهرة. نذهب إلى هنا، نختار الكلمة الدلالية من هنا أحسن، لأنها يعني تابعة للموقع. أقوم باختيارها، أضغط مثال اللغة كما قلنا دائما اللغة. إذا كان هذا الموضوع يعني يخص الحياة أختار لايف هكذا، وأقوم بوضعه هنا دائما بوضع مسافة، ثم أقوم بوضعه هنا. مثال إذا كان يعني هذا الموضوع يتكلم على تصميم لوجو استيميت، فما عليك كتابته هو استيميت ديزاين كذلك، لأنك تعني التصميم. مثال إذا كانت كلمة دلالية فوتوشوب، يمكنك أن تكتب فوتوشوب
موضوع الشرط هكذا حتى تصل إلى 5 كلمات دلالية. بعد ذلك تضغط على بوست، وهنا قبل أن تضغط على بوست، وهنا كما تشاهدون يمكنك أن تختار 50 أو 100% باور الاي بي، وهو الستيم باور. إذا أردت يعني الأرباح الخاصة بك تنقسم، جزء يذهب يعني تستطيع سحبه، وجزء تستطيع أن تدعم الستيم باور الخاص بك، فلا بد أن تتركها يعني 50-50. إذا أنا كما تشاهدون إخواني أريد أن أرقي ستيم باور الخاص بي، لكي عندما أقوم فيما بعد بالتصويت سيكون يعني الضغطة لديها يعني نقاط أكبر، فهذا هو الاستراتيجية التي أقوم بها. فلهذا اخترت 100%، يعني كل الأرباح تذهب إلى ستيم باور الخاص بي. وهنا إذا أردت يعني تصوت لنفسك تلقائيا، يعني كل موضوع تقوم بإدراجه تصوت لنفسك تلقائيا، تضغط على هذه الأيقونة، تضغط هنا تضع الصح على هذه الأيقونة، بعد ذلك تضغط بوست، وبالتالي يتم عرض الموضوع الخاص بك هنا في بروفيلك الخاص، يعني يمكن وضعه هنا. طيب، هذه هي يعني الأساسيات الخاصة بشرح القوائم الأساسية، وكذلك طريقة وضع موضوع. أتمنى أن أكون وفقت في هذا الشرح، أعتذر إذا يعني لم أفي بالغرض. إلى دروس أخرى خاصة بموقع استيميت، انتظروني في الشرح الموالي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، ضع اشتراك بالقناة وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله وحفظه، وإلى درس آخر إن شاء الله.